في إطار عودة المؤسسة وبحث عودة القنصليات الأجنبية إلى مدينة بنغازي، اجتمع وكيل عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة سليمان عوض عبد النبي، اجتمع بمقر الوزارة مع نائب القنصل العام لمملكة السويد أندروس نيلسون. الاجتماع تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف الجهود لإعادة تفعيل العمل الدبلوماسي والقنصلي بما يخدم المصالح المشتركة من خلال فتح مقر القنصلية السويدية بمدينة بنغازي. وأكد نيلسون وفقا للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على إشادة حكومة السويد بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب، موضحا رغبة بلاده في اعتماده كقنصل عام لمملكة السويد لدى ليبيا. وكيل عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة من جانبه تعهد لنائب القنصل العام لمملكة السويد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه والعمل على عودة العلاقات الليبية السويدية لسابق عهدها.